قيادة فوجة راغل للكشافة والمرشدات عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل تفعيل الأنشطة المتوقفة بسبب جائحة كورونا وفق توجيهات الجهات المعنية بالوقاية والتدابير الاحترازية لمواجهتها. اجتماع موسع بحضور القادة والكفاءة المساعدين ورواد الحركة لمناقشة بعض الأمور التنظيمية المتعلقة بالفوج، كذلك وضع مقترح لتشكيل الأجهزة القيادية للفرق ومناقشة آلية عودة النشاط الكشفي وفق دليل عودة الأنشطة الكشفية الذي تم إعداده من قبل لجنة العليا التي تم تشكيلها من قيد عام. الاجتماع عقد بمقر الزاوية الرفاعية وتناول أيضا عددا من المواضيع ذات العلاقة بالعمل الكشفي، حيث تبادل المجتمعون وجهات النظر والمقترحات وعرض الوضع التنظيمي والقيادي للفرق، فضلا عن حلحلة الصعوبات التي تواجه العمل الكشفي.